السلام عليكم بابا تلاميذ الصف الخامس الابتدائي. درسنا لهذا اليوم من دروس الإسلامية هو الإيثار وحل مناقشة درس الإيثار. عندنا النقطة الأولى من المناقشة، ما معنى الإيثار؟ ما معنى الإيثار؟ باب معنى الإيثار في صفحة 58 بداية الدرس، هو أن تقدم وتفضل غيرك على نفسك لسد حاجتي. إذن تعريف الإيثار أو ما معنى الإيثار والمقصود بالإيثار هو أن تقدم وتفضل غيرك على نفسك لسد حاجتي، هذا تعريف الإيثار. هاي جواب النقطة الأولى من المناقشة. عندنا النقطة الثانية، ما عكس الإيثار؟ بابا جوابها في نفس الصفحة، في صفحة 58 النقطة الثانية، وضد الإيثار هو الاستئثار. وما معنى الاستئثار؟ هو أن يكون الإنسان أنانيا حريصا بخيلا ينفرد بالأشياء وحده. أو ضد الإيثار تقول الاستئثار. النقطة الثالثة، ما نتائج الاستئثار؟ بابا في نفس الصفحة، نتائج الاستئثار هو يولد العداوة. جوابك تقول يولد العداوة والكراهية والحرمان بين الناس، لأنه يحرمهم من حقوقهم ويستولي عليها وحده أو هو وجماعته الخاصة به. إذن هاي نتائج الاستئثار، هو يولد العداوة تقول والكراهية والحرمان بين الناس، لأنه يحرمهم من حقوقهم ويستولي عليها وحده أو هو وجماعته الخاصة به. هاي جواب النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، هل يأمر الإسلام بالإيثار أم بالاستئثار؟ وضح ذلك. بابا جواب نفس الصفحة، تقول إن دين الإسلام هو دين الإيثار ورفض الاستئثار، وإن الإنسان الذي يؤثر الآخرين على نفسه هو إنسان يتصف بأخلاق حميدة ونفس كريمة، يحترمه الناس ويحبه الله، لأنه يحب الخير والنفع للآخرين. هذا جواب النقطة الرابعة من المناقشة، إن دين الإسلام هو دين الإيثار ورفض الاستئثار. النقطة الخامسة، اذكر قصة عن الإيثار في الإسلام. طبعا عندنا نماذج من الإيثار هو يعني يعتبر القصة عن الإيثار. يقول تتذكرون في الدروس السيرة أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه هاجروا من مكة إلى المدينة وسموا بالمهاجرين، وأن أهل المدينة الذين استقبلوهم ونصروهم سموا بالأنصار. لقد كان الأنصار المثل الأعلى في الإيثار، فقد أعطوا إخوانهم المهاجرين الأموال والبيوت وقدموهم على أنفسهم ليسدوا حاجاتهم، فمدحهم الله. إذن هذا أروع مثل بالإيثار هو إيثار الأنصار للمهاجرين، لإخوانهم المهاجرين. جواب النقطة السادسة، مدح القرآن الكريم المسلمين الذين يؤثرون أخوانهم، اذكر آية تتحدث عن ذلك. طبعا نقول مدحهم الله، مدح الله سبحانه وتعالى الأنصار بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا باب كل ما موجود بحال مناقشة الإيثار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.